السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. يلقاكم ان شاء الله الفيديو ديالي في احسن الظروف واحسن الاحوال. كيف ما كتشاهدوا في الفيديو البنات، بغيت ندير اليوم بريوات معمرين بالكفتة ولا لي ساموسة، هنا كيقولوا لي ساموسة. المهم هنايا درت تقريبا بصلة متوسطة، درت فيها التوابل، غير ما تصوروش ليا كاملين، تصورات غير التحميرة والحرقوم، ودرت فيها السكينجبير والملحة والابزار، وشحرت هذيك البصله مزيان مزيان حتى هبطات. وعاد غادي نزيد عليها داك المقدار اللي عندي ديال الكفته، نتوما على حسب زعما عدد الاشخاص وعلى حسب الكونتيتي اللي بغيتو ديرو. صافي كنشحرها مزيان مزيان في دوك في ديك البصله مع ديك الزويته. هنا كندير انا بزاف، كنطيب دائما انا بالزويته بلديه بزيت الزيتون، كتعجبني المذاق ديالها وصحيه. هي ما كنسخن هو الاول المقله مزيان، عاد كندير فيها ديك الزويته باش ما تحرقش، وعاد كندير فيها البصله. صافي هنايا شفتوني كندير شويه ديال الملح على ديك الكفته، وغنزيد عليها شويه ديال الابزار وشويه ديال الحرقوم كيف ما كتشوفوا ان شاء الله في الفيديو. وغادي نقطع عليها واحد هنايا كما كتشوفوا الحرقوم وشويه ديال الابزار، ومن بعد غادي نشحر فيها شويه واحد جوج دروس ديال الثومه. وصافي هذا ما كان البنات، خليكم على فيديو ديالي، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتبارك الله عليكم. صافي حبوباتي، هنايا مع القطعه اللي كتشحر الكفته مع البصيله، انا دابا كندير خويه ديال زيت الزيتون وكندير فيه الفلفله الحلوه. المهم الالوان اللي عندكم نتوما، الا عندكم كامله ديروها الصفراء والخضراء والحمراء، ولا اللي عندكم، المهم الكميه اللي عندكم. صافي كنشحروها مزيان، كنقطعها رقيقه، راه زدت قطعتها، كنت قطعتها شويه غليظه وزدت رققتها شويه. صافي وفي نفس الوقت كنشحر هذيك الكفته عندي، هي كتبغي الكفته كتبغي تقلى مزيان تشحر باش تجي لذيذه. صافي البنات، المهم خليكم مع التوابل كامل اللي درت الفلفله. المهم هنا كما كتشوفوا زدت شويه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس، على تا تشحرت مزيان عاد زدت هذاك الربيع باش تبقى محافظ على البنه ديالو. المهم تديروا نتوما بالزايد، انا ما كانش عندي بزاف، درت غير القياس اللي عندي. صافي ومره مره كنحركوا الفلفله باش ما تحرق، زدت عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وصافي. المهم خليكم البنات مع الفيديو، شكرا لكم بزاف. وهنا الزوينات ديالي كما كتشوفوا، الكاسرونه دايره فيها، بغيت ندير فيها الحريره ديال التشيشه ديال البلبوله، التشيشه ديال الزرع، كتجي زوينه خفيفه وزوينه وصحيه البنات. المهم اسكيف اسكيف اسكيفاتي فرخين اسكيف يرغان. المهم درت تقريبا جوج كيسان ديال هذا ديال الزرع ديال التشيشه ديال الزرع ديال الشعير وصافي. المهم تنغلي هو الاول ما مزيان، عاد تندير فيها دوك جوج كيسان وصافي. المهم كندير فيها انا شويه ديال الكمون وزيت الزيتون، زيت البلديه، زيت العود، من حتى كطيب مزيان مزيان حتى كدير ديك الكشكوشه، عاد كندير فيها شويه ديال الكمون وشويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملحه. المهم البنات هذا ما كان، اسمحوا لي البنات، انا بالنسبه للملحه كنديرها في الماء، ديجا كنديرها في الماء، يعني ما غتشوفنيش دايرها دابا حيت ديجا درتها في الماء. المهم ملي كطيب مزيان ديك التشيشه، عاد كندير فيها كما قلت لكم شويه ديال الكمون وشويه زيت الزيتون وصافي، حتى كتغلط يعني حتى كتحسوا بداك الشعير بحال غلاض ولا زاد الحجم ديالو وكيشرب داك الماء وكامل اللي درتي فيه. عاد كندير فيه الحليب في الاخر، كندير فيها الحليب، كتجي بنينه لذيذه والوليدات تعجبهم وصحيه اصلا مزيان، بحال هكا الصباح ديريها الوليدات قبل ما يمشيو للمدرسه الا كانت كتعجبهم. صراحه انا بلا وليداتي تتعجبهم، خاصه مع الكمون كتجي لذيذه مع الكمون.
وهنا الزوينه ديالي درت شويه تقريبا غير معلقه صغيره ديال الزعتر كنحكها بين يديا مزيان وصافي. المهم كتجي ولا اروع. صافي حبوباتي بعد ما طابت الحريره ديالي دابا غندوز لي في دو بريك. حنا كنشريو هادو من كارفور. صافي كنخرجهم من المليكه ديالهم وكنديرهم بشي ديال الزيت الزيتون وعاد كنبدا تحضير كنعمر الغريبات ديالي. اش كنقول الغريبه؟ تنقول البريوات. البريوات عباد الله ماشي الغريبات اسمحوا لي وقبلوا عليا البنات هادشي اللي عطى الله. تبارك الله عليكم وما شهيتكم الحبيبات ديالي وبالصحه والراحه فطوركم. ان شاء الله ربي يدخل عليكم هاد العواشر بالهنا والتيسير والرزق والصحه يا ربي وكل ما تمنيتو لكم لحبابكم ولعائلاتكم. تبارك الله عليكم مع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله.